مرحبا بكم مشاهدينا اينما كنتم الى جوله جديده مع اهم المواضيع التي تسطرت منصات التواصل، والبدايه مع فقره واي تويت. ابدا بتغريده محمد المقالح الذي غرد بشكل ساخر يقول عن تاريخ فتوحات المتهبشين الحوثيين: سيسجل فتوحات المتهبشين في تاريخنا على النحو التالي: غزوة البنوك ونهب أموال الربا، غزوة المظلل بالغمام على مدينة عصر، غزوة هائل سعيد والكابوس وفاهم والحباري والغرفة التجارية، غزوة الشاعر لبيوت المرتزقة والعملاء، غزوة خصصة المدارس والمشافي العامة والمتاجرة بالعيادات داخل الأحواش. وغرد مجدي عقبة يقول عن بقاء انتصار الحمادي في سجون الحوثيين بدون وجه حق: لو كان لديهم ذرة خجل لبادروا بإطلاق سراح انتصار الحمادي دون قيد أو شرط، ليس لأنها بريئة ومظلومة، لأننا لا نستطيع تبرأتها ولا تأكيد التهم ضدها، بل لأن بقاءها في السجن بعد تهريب يسرى الناشري والسكوت أمام تهريبها فضيحة مدوية تكشف ازدواجية من يرفعون شعارات الإمام علي ويحكمون بسياسة معاوية. عبد الباسط القاعدي يقول ساخرا على خطاب قيادي حوثي: هذا القيادي يمجد فيه زعيم الجماعة ويرى بأن الشعب لخدمته فقط. هي اسمعوا يا ذي ما قد سمعتم، هذا أحد مهندسي الإجرام الحوثي من صعدة إلى عدن، يقول لكم أن الحوثي مقدس والشعب في خدمته، وأن ما فيه غير كاهن وشعب، وما دون ذلك يحق للناس يتنافسوا فيها. طبعا وهو يستشهد بالتجارب من حولنا، نسي التجربة الإيرانية لأنها لا تشبه الذي يتحدث عنها. وهذه التغريدة لهمدان العلي يقول فيها عن انتهاء مبررات ميليشيا الحوثي التي يتشتقون بها في زمن الحرب: انتهت كل مبررات الحوثي التي يستخدمها لشرعنة حروبه ضد اليمنيين ونهب أموالهم وأملاكهم وأراضيهم. كان آخر مبرر انتهى مفعوله هو العدوان عقب استقبال السفير السعودي بالأحضان. أما إبراهيم إسماعيل الكبسي وجه هذا التساؤل لمن يسمونه برئيس الجمهورية في حكومة الحوثيين: والله أنا ما قد سمعت في حياتي رئيس دولة محترمة يقول لموظفي حكومته مرتباتكم ليست عندي، هي عند دولة ثانية. طيب ومرتبك ومخصصاتك أنت والمسؤولين ذات المليارات الكثيرة بتستلموها من عند من يا حضرة الرئيس ويا صاحب الفخامة عشان نستلم من عندها إسوة بسيادتك؟ وغرد معمر الإرياني عن احتجاز ميليشيا الحوثي المتواصل لقاذرات محملة بالدقيق والتسبب في تصعيد معاناة المواطنين: تواصل ميليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران احتجاز مئات القواطر المحملة بمادة الدقيق والقادمة من محافظة عدن في منفذ الراهدة ومنعها من العبور إلى المناطق الخاضعة لسيطرتها في محاولة لحصر الاستيراد عبر ميناء الحديدة، متسببة بخسائر فادحة للتجار وارتفاع قيمة السلعة في الأسواق المحلية. وعن المفاوضات الأخيرة التي جرت من أجل السلام وإيقاف الحرب يقول محمد أنعم: ذهبت جهود الأشقاء التي بذلوها مع ميليشيات الحوثي مؤخرا أدراج الرياح، وتبدو الأيام حبلى بالمفاجآت والمواقف الصادمة، حتى جهود سلطنة عمان يستغلها الحوثي لامتصاص غضب العالم ضده، وها هو ينسفها اليوم كما أفشل اتفاق الدوحة وبعده اتفاق مسقط. وهذه بعض التغريدات حول اقتحام ميليشيا الحوثي للغرفة التجارية وتعيين سلاليين من جماعتها على الغرفة. يقول إبراهيم عسقين: الحوثيون يقومون بانقلاب على اتحاد الغرف التجارية والصناعية، ويعينوا على علي الهادي رئيس للغرفة التجارية بشكل مخالف من الناحية القانونية، وكذلك عين محمد صلاح كنائب، وأتوا بأعضاء غير معروفين حتى لغالبية التجار. كل هذا تم بعد اقتحام الغرفة التجارية في صنعاء اليوم بشكل همجي
وتعسفي. وغرد عبد الله اسماعيل يقول حول الخطوة الأخيرة التي قامت بها الميليشيا بحق الغرفة التجارية: جماعة الحوثي الإرهابية تحقق أحد أهداف جريمة التدافع في صنعاء، اقتحمت مقر الغرفة التجارية الصناعية بالأمانة وقامت في مخالفة صريحة لقانون الغرف التجارية والصناعية بتعيين السلالي علي الهادي رئيسا للغرفة التجارية ومحمد صلاح نائبا للرئيس. وهذه التغريدة لناصر الشليلي يقول فيها: لاستكمال سيطرتهم على القطاع الاقتصادي وفي تصرف ميليشياوي تقوم الميليشيا الحوثية وفي مخالفة واضحة لقانون الغرف التجارية والصناعية بتعيين السلالي علي الهادي رئيسا للغرفة التجارية ومحمد صلاح نائبا للرئيس، وكما هو معروف ومعمول به قانونا، فاختيار رئيس ونائب للغرفة التجارية والصناعية يتم عن طريق الانتخابات الحرة المباشرة. إلى فقرة وايترند وأهم المواضيع العربية والعالمية. عادة يختار طلاب التخرج من الجامعات من يمثلهم في كلمة التخرج بكلمات لا تبتعد كثيرا عن الشكر والثناء لأساتذة الجامعات وكذلك الأهل الذين كانوا عونا وسندا في رحلة الدراسة، لكن الطالبة اليمنية فاطمة موسى أشعلت ثورة في جامعة نيويورك بخطاب تخرجها من كلية الحقوق، دعت فيه إلى الكفاح ضد الرأسمالية والعنصرية والإمبريالية والصهيونية في جميع أنحاء العالم. وهذا هو الفيديو لخطاب الطالبة فاطمة موسى. That as Israel continues to indiscriminately rain bullets and bombs on worshippers, murdering the old, the young, attacking even funerals and graveyards, as it encourages lynch mobs to target Palestinian homes and businesses, as it imprisons its children, as it continues its project of settler colonialism, expelling Palestinians from their homes, carrying the ongoing Nakba, that our silence is no longer acceptable. تفاعل المغردون مع كلمة فاطمة موسى في حفل التخرج. يقول زكريا الشرعبي: طالبة يمنية تشعل ثورة في جامعة نيويورك ونواب جمهوريون يطالبون بإغلاق الجامعة. أشعلت الطالبة اليمنية فاطمة محمد ثورة في جامعة نيويورك بخطاب تخرجها من كلية الحقوق، والذي دعت فيه إلى الكفاح ضد الرأسمالية والعنصرية والإمبريالية والصهيونية في جميع أنحاء العالم. أما محمد الطبياني كان له رأي آخر يقول فيه: الطالبة اليمنية فاطمة موسى تفضح جرائم الاحتلال الإسرائيلي خلال خطاب حفل تخرجها بجامعة نيويورك الأمريكية، لكنها صمتت تجاه ما يتعرض له اليمنيون من إرهاب سلالي إمامي إيراني. هناك مليون لغم حوثي في باطن الأرض وآلاف المختطفين وملايين الجوعى والمحرومين. وغرد عبد الملك التاج يقول عن فاطمة موسى: طالبة يمنية في جامعة نيويورك طالبت خلال خطاب ألقته في حفل تخرجها من كلية الحقوق إلى الكفاح ضد الرأسمالية والعنصرية والإمبريالية والصهيونية. خطاب الطالبة فاطمة موسى أثار حفيظة القوى الرأسمالية داخل الولايات المتحدة مطالبين بإغلاق الجامعة، في حين حذفت منصة يوتيوب فيديو الخطاب. ويقول عبد الله الشايجي عن الطالبة فاطمة موسى: أثارت الطالبة فاطمة موسى غضب الصهاينة وأركوزاتهم وداعميهم السياسيين كالسناتور الجمهوري تيد كروز من تكساس والديمقراطية اليهودي زعيم الديمقراطيين السناتور تشيك شومر ابن نيويورك لانتقادها جرائم وعنصرية إسرائيل. اتهموها بمعاداة السامية ووقف الدعم المالي للجامعة من دافعي الضرائب متعصبون.
ما حدث في الكويت من جريمة طعن بحق أحد مستقبلي الضيوف في صالة الفرحة أثار موجة من الجدل على المنصات الكويتية. تداول الكويتيون هذا المقطع الفيديو الذي يوثق لحظة طعن رجل لأحد الأشخاص في إحدى صالات الأفراح بمحافظة الفروانية في الكويت. يظهر الفيديو لحظة مباغتة الجاني لأحد الأشخاص خلال استقباله للمدعوين لحفل الزفاف في صالة الأفراح بمنطقة الرقع، وقام بضعنه بينما تداعى الناس حوله وطلبوا سيارة الإسعاف. وزارة الداخلية الكويتية أعلنت تعاملها مع بلاغ يفيد باعتداء شخص بآلة حادة على شخص آخر في أحد الأعراس بمحافظة الفروانية. جرى ضبط الجاني وتسجيل قضية شروع بالقتل بحقه ليتضح بأن الجاني هو شقيق المضعون مصلد أبو هليبة الديحاني. أصبح الشاب نادر بشكات بطلاً في بلجيكا بعد إنقاذه لسيدة عجوز من الغرق في نهر الميز. الحادثة جرت بالقرب من بلدة بيريسكوسك في مقاطعة ليق، وذلك عندما كان نادر بشكات البالغ من العمر 26 عاماً يسير بمحاذاة إحدى ضفتي نهر الميز. قبل أن يشاهد السيدة العجوز تصارع الموت، نادر لم يتردد لحظة في خلع ملابسه والقفز إلى المياه وسبح نحو السيدة وأمسك بها وأبقاها طافية لأكثر من ربع ساعة حتى وصل فريق الإنقاذ. سأريكم مقطع فيديو لرقصة جميلة أثناء احتفالات أنصار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بعد فوزه بالرئاسة. الفيديو هذا لاقى رواجا كبيرا على مواقع التواصل التركية والعربية بعد أن ظهر فيه شيخ مسن يرقص بإتقان على موسيقى غربية وتركية في تناغم شديد بين حركات جسمه وبين إيقاع الموسيقى. بعد أن انتشر المقطع وتداوله الملايين، خرج الرجل التركي موضحا بأن ما حدث كان رغما عنه تعبيرا عن فرحته بالنصر. السلام عليكم يا أصدقائي، عشنا بالأمس نصرا وفرحة كبيرة، وبسبب فرحتنا وارتياحنا قمت بهذه الحركات رغما عني. في العادة لا نفعل مثل هذه الحركات، لست من هذا النوع، لكن الذي حصل كان بسبب حالة الفرحة الكبيرة. لقد انتصرنا يا أخي، أنت تعرف منذ متى وهم يهاجموننا، ولكننا صمتنا وكتمنا ما بداخلنا. نلتقي في جولة قادمة في أمان الله وحفظه.